وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.